دلوقتي بقى هنشتغل على الليبشة بتاعة المبنى ده. هقول لكم شو معلوماته بسرعة. المبنى ده بيتكون من بيزمنت يعني بدروم وتراب وأرضي وعشرة أدوار متكررة، يعني في الآخر 12 دور. خلاص، كل عمود أبعاده 60 في 60 سنتي، حمل كل عمود 4200 كيلو نيوتن يعني 420 طن. الرافت سيكنس أنا قلت لكم بنفرض الأول السمك 10 في عدد الأدوار، هنا 12 دور في 10 سنتي يعني 1.20 متر. الكيو اللاوبل هنا انا بقول لكم هنعتبرها 20 طن بالمتر سكوير. هنيجي نرسم بقى البلان ده كده على الكاد ونعمل منه دي اكس اف فايل زي ما كنا بنعمل في فلاس لاب بالظبط. اجي افتح فايل نيو، ممكن بس لان انا يعني عايز اعودكم على الدي اكس اف لان غالبا مش هيبقى منتظم بالسهوله دي يعني. غالبا هتعملي لها دي اكس اف فايل مش هترسميها على الساعه. انا فتحت دلوقتي فايل، طب انا عايز ارسم الرسمه دي الاول بالابعاد دي. هبدا ارسم محاور للعمدان بسرعه، اختار بس النوع لود سنتر. اوكي، وادي ارسم خطوط. بشغل القرص، ممكن انا رسمت اول محور اللي هنا، بعد كده في 4 محاور على بعد 5 متر، بختاره واعمل كوبي 5 متر، فصل 10 متر، 15 متر، 20 متر. طيب كده انا عملت المحاور الرئيسية. المحاور الأفقية بقى في 4 محاور برضو المسافات بينهم 5 متر. كده أنا رسمت كل المحاور. أبدأ بقى أحط العمدان دي في نقط التقاطع بتاعة المحاور. هو قايل لي كل العمدان 60 في 60. اختار بس continuous كده، ارسم مستطيل دايمنشن 6 من 10 في 6 من 10. ده كده انقل ده لحد السن نقط التقاطع. وبعد كده هقعد اكرره هنا كمان وهنا كمان وهنا كمان، وفي هنا اسيب محور وهنا كان سايب محور ومكمل. اعمل نفس الكلام هنا. كده ناقص بقى ان في عمدان في النص هنا، فهختار ده واعمل له كوبي من السنتر بتاعه. بعد كده شيفت كليك يمين من بتوين تو بوينت هنا وهنا، هروح حاططها لي في النص. خلاص، بعد كده عايز انقل ده اعمل له كوبي من هنا على مسافة 5 متر وافتح القرص 5 متر و10 متر. بعد كده اختار ال3 عمدان دول كوبي لمسافة 10 متر. كده انا رسمت كل العمدان. هيبقى عايز اعمل بقى ابعاد القاعدة، هعمل مستطيل حوالين العمدان دي كلها من هنا لحد هنا. وبعد كده هقول له هو هنا الاوفست محددهولك ان الاوفست هنا، يعني انا قلت لكم احنا غالبا بناخده بسمك القاعده المسلحه، لا هنا هو محددهولك دلوقتي 5 في 3 ب 15 ناقص 20 يعني في 5 متر على 2 2 ونص. فهنا في الحاله دي انا يعني انا عايز اعمل زي البلان ده، فهعمل اوفست ب 2 ونص. الديستانس 2 ونص
select object، امسح بقى المستطيل اللي جوه كده. انا رسمت ابعاده كلها، عايز اعمل بقى دي اكس اف فايل، اختاره كده، بعد كده موف، انقله نقطة صفر وصفر، بننقله من اخر نقطة تحت، وعايز لما انقله صفر وصفر هكتب هنا تحت زيرو وزيرو، هلاقيني قالهم لي. عشان اعمل بقى دي اكس اف فايل، اعمل لير للعمدان ولير للبشر. اول حاجة رينيم ساب كول، اديلها اللون الاخضر مثلا، بعد كده رينيم ساب راف، اديلها اللون الاحمر. اوكي كده ادخل. طب امسح المحاور، انا مش محتاج المحاور. كده اختار بقى اللاير بتاعت الساب رافت، بعد كده ارسم الاول حاجة المش نص في نص، فقلنا بنرسمها من امر 3D face. اجي هنا في اي حتة فاضية وامشي في اتجاه عكس عقارب الساعة، نص 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 كده، انتر، خلاص اترسم كده. اختارها موف من الركن ده، احطها عند نقطة صفر وصفر، اقف هنا واكتب زيرو وزيرو، هلاقيها اتنقلت هنا. طيب انا عايز اكررها بامر الري، اختارها انتر، الباس ريكتانجولار اس عشان اختار السبيسنج بتوين كولوم بنص وبتوين روز بنص، وبعد كده اختار من الطرف ده يعني الى الحد هنا، بعد كده اختارها واعمل اكسبلود عشان اعرف اعدل فيها براحتي. الاقي ان في مسافة كده لا بينها وبين الحدود اللي في من فوق. طب انا عايز اكبرها، اروح مخطط الاول، اقفل اللاير بتاعت اللبشة اللي هي بالخط الابيض ده عشان ما نضايقناش كده. اختار حدود المش اللي فوق دي امر ستريتش، اختار من هنا لحد هنا، تمام كده اتقفلت من فوق. ناقص نعمل نفس الكلام مع الصف العمود اللي على اليمين ده، ستريتش كده. انا رسمت اللبشه كلها مظبوط، ناقص ان انا ارسم العمدان، اختار اللاير بتاعت العمدان، فورمات بوينت ستايل، اديله بس ستايل يظهر لي، وبعد كده درو بوينت سنجل بوينت، واختار بقى ارسم اللي قلنا للعمدان، ما ارسمهاش في النص، ارسمها عند اقرب نود ليها، فخلينا نختار هنا او هنا النود دي اقرب، خلاص يبقى كده اختارها واعمل كوبي من هنا لحد هنا، من هنا لحد هنا، نفس الكلام هنا. أعمل نفس الكلام مع كل الأعمدة، كده أنا رسمت كل الأعمدة، تمام. أعمل بقى فايل سيف أز، أسميها رافت، وأختار الصيغة دي إكس إف، وأقول له سيف، وكده اقفلها. بعد كده افتح بقى فايل الساب نيو موديل بلانك اليونت تان فورس مترس ليزياس، مش هعمل هنا جريد بقى لان انا هعمل امبورت للدي اكس اف، هعمل بس ديفاين للماتيريال. الماتيريال هنا كونكريت 25، يبقى موديفاي جذر 25 اللي هو 5 في 100، قلنا في 100 عشان نحول من الميجا باسكال لطن بير متر سكوير، وهنا الاف سي
25 في 100 عشان برضو للتحويل من ميجا باسكال طن متر سكوير في 1 و3، وهنا نفس الكلام 25 في 100 في 1 و3 عشان التحويل من الكود البريطاني للكود المصري. اوكي طيب كده كده هعرف قطاع اللبشة area section add new اسمي رافت 120 سنتي، وهروح هنا اكتب الدبس 1 و2 وهنا 1 و2 واتأكد ان الماتيريال كونكريت 25 واختار التايب من هنا الشيل سيك عشان ياخد تأثير الشيل ديفورميشن كده اقول له اوكي. اوكي كده عرفنا القطاعات، عرف اللود باترن واللود كومباينيشن. نفس الكلام هعمل هنا السيلف ويت ملتبلاير خليه بصفر عشان انا هعمل تشيك على النت بيرنج كاباسيتي، فانا مش عايز وزن القاعده يخش معايا، واعمل اد نيو خلاص هي يعني معمول لها اد. اوكي ديفاين لود كومباينيشن نفس الكلام، لو جاي لك حمل العمود ديد ولايف اعرف الاثنين. هنا بقى هنعرف اللود كومباينيشن الشورت تيرم ديفليكشن الديد في 1. اوكي اد كوبي اللونج تيرم ديفليكشن في 1.5 عشان هنا انا معتبر ان ده الحمل كله يعني، سوري ده الالتميت مش اللونج تيرم. بعد كده اعرف اللونج تيرم، هنا بيبقى في شبكة علوية وشبكة سفلية، فالألفا ب8 من 10 فالفاكتور هنا هيبقى 1.8. كده انا عرفت كل حاجة، هعمل بقى فايل امبورت دي اكس اف، اختار قطاع الدي اكس اف فايل، سوري فايل تاني امبورت اوتوكاد دي اكس اف فايل ديسكتوب رافت والجلوبال اب دايركشن زد واليونت تان فور سيمتريك ليزيز. هعمل هنا الاول هستورد سبيشال درين، اختار اللاير ساب كور اقول اوكي. في الفلات سلاب كنا لما بنستورد العمود كنا بنبدا بقى نعمل اساين جوينت ريسترين، هنا العمود مش ريسترين بالنسبه لللبشه، هو مجرد حمل، فهختارهم واحط عليهم، هتلاقي من تحت اختار خلاص الجوينت، هعمل اساين جوينت لود بقى احط حمل العمود. انا اخترتهم مره واحده لان هنا حمل العمود كان ثابت عند كله ب 4200 كيلو نيوتن يعني 420 طن، لو مختلف من عمود لعمود هتختار كل عمود وتحطه خلاص. طيب احنا هنا قلنا الحمل بتاع العمود ناقص 420 طن وديد اوكي، اجي في 3 دي الاقي حط لي الاحمال. طيب كده انا خلاص خلصت كده العمدان، ابدا بقى اعمل فايل امبورت لللبشه بقى اوتوكاد دي اكس اف فايل درافت نفس الكلام، هاجي عند شيلز واختار ساب رافت اوكي الاقيها جاتلي، تبقى كده اختارها وما تنساش تعمل اساين اريا سيكشن، هو هي جات لك كرسمه بس انت لازم تديلها بقى قطاع اللبش. كده انا اديت لها قطاع ومتقسمه جاهزه، ناقص بقى ان انا احط ايه السبرينج. ممكن اعمل اريا سبرينج زي ما كنت بعمل في الايزوليتد، بس الادق بقى في اللبشه ان احنا نعمل جوينت سبرينج. خلاص هعمل لكم دلوقتي جوينت سبرينج، فاختارها كلها واعمل اساين جوينت سبرينج. هنا ما يختلفش كتير عن اللي موجود قبل كده اللي عملناه في الاريا سبرينج، احنا هنا السبرينج دي بتمنع الحركه في ايه في اتجاه زد، فاللي هو اتجاه اللوكال 3، فانا هروح على ترانسليشن في اتجاه 3. طب القيمه اللي هدخلها دي كانت ايه؟ احنا في الاريا سبرينج كنا بندخل سبرينج تحته، فانت يعني انت عايز تديله الستيفنس
طن لكل متر، فدي بتساوي كيو ال اوت على الدلتا زي اللي فات، بس هتبقى وحدتها كده. طب انت عايز تحولها لطن بالمتر وهتضرب في ايه؟ الاريا اللي السبرنج ده شايلها اللي هي بتساوي كده خلاص، فدي بتساوي ايه في الاخر؟ نص في نص. قولنا ده نص وده نص، ده نص وده نص، هيبقى الاريا دي كده كلها ربع من هنا وربع من هنا في النص، نفس الكلام في الاريا ده يبقى نص في نص. خلاص. طيب هنا كانت ال Q allowable ب 20 طن بالمتر سكوير على 1 من 100، 1 من 100 اللي هو ال displacement المسموح في نص في نص، خلاص هيطلع لك ب 500 طن بالمتر. قول له اوكي. طيب هنا بس في حاجه صغيره، هو الجوينت اللي في النص دي شايله مساحه زي الجوينت اللي على الايدج والجوينت اللي على الكورنر، فخلاص احنا كده دخلنا الجوينت للانتيرير نودز يعني. طب اللي على الطرف اختارهم كلهم، وبعد كده اساين نفس الكلام جوينت سبرينج، بس هنا دي انا كنت معرفها مع الاول يعني مديلها اللي هي ال 500، فانا دلوقتي هعمل ريبليس عشان الرقم الجديد ده يشيل اللي كان قبل كده. طب هنا بيفرق ايه؟ اللي على الايدج بيبقى شايل نص المساحه دي صح؟ يعني اللي في النص شايل نص في نص، لكن اللي على الايدج شايل نص في ربع، فالمساحه كلها نص القيمه دي، فهضرب القيمه دي في نص اقسمها على الاثنين يعني وخلاص. مستوعبين؟ طيب ما تنساش من هنا اختار ريبليس عشان يشيل اللي قبل كده. اوكي. ناقص بس بقى اللي في الاركان، اللي في الاركان هيبقى شايل ربع اللي شايل المساحه اللي شايلها دي. بعد كده اساين جوينت سبرينج اختارها 500 على 4، وبرده ما انساش اختار ريبليس واقول له اوكي. طيب كده انا حطيت خلاص كل السبرينج وقسمت وحطيت الاحمال، كده مش ناقص اي حاجه. كان ممكن على فكره اعمل اريا سبرينج برضو زي الايزوليتد، بس الحاله دي ادق في اللبشه، لان انت كده عرفت كل حاجه مظبوطه يعني. كده احنا خلصنا كل حاجه، ناقص بس خطوه اخيره في الاخر من قائمه انلايز سيت اناليسيس اوبشن، اختار بس اقول له اكس واي بلان، ان انا هعرفه ان هو هيحل في الاكس واي بلان يعني عشان يسرع الحل بس شويه. اوكي كده اعمل ران وأعمل دونت ران للموديل، أسميها ريفرنس. طيب هنا بقى ما ينفعش أظهر السويل بريشر لأن أنا مش معرفه إيريا سبرينج. طب هعمل تشيك ستريس إزاي؟ شايف قايمة الديسبلاي دي؟ دوس عليها شو تيبل، هتلاقي فيه أناليسيس ريزلت تحت خالص كده. انت عايز دلوقتي انت عايز تعمل تشيك على الاستريسز. طب فانت عايز تجيب ايه؟ الفورس اللي في كل اللي عند كل جوينت تقسمها على المساحه اللي الجوينت شايلها، هيبقى فورس على الاريا طن بالمتر سكوير، تقارنها بالكيو ال اوت. مش هياخد وقت، مش موضوع مش كبير. فمن قائمه من اناليسيس ريزلت دي روح على الجوينت اوت بوت رياكشن جوينت رياكشن، حدد له دي ان هي هو اللي هيطلع لك الجدول بتاعها. ومن فوق كده احنا دلوقتي بنعمل تشيك ستريسز على ايه؟ على الورك او الشورت تيرم، فاختار بس من هنا الشورت تيرم ديفليكشن ودوس اوكي. هيظهر لك جدول فيه عند كل جوينت الاف 3 بتاعتها بكام. حلو. انت كده عندك الاف 3 عند جوينت 7 مثلا، فانت تقسم ده على الاريا اللي هي شايلاها اللي هي غالبا دي هتبقى ميد بوينت يعني، هتبقى الرياكشن ده على نص في نص، هيطلع لك تقريبا كالكوليتور. بس الاول ناخد اكبر جوينت يعني نشوف عندها بكام تقريبا. تقريبا اكبر جوينت هنا ب 4 و6، مفيش حاجه وصلت ل 5 خالص يعني، فاروح 4 و6 على ربع اللي هو نص في نص يعني 18 و4، والالاوبل ب 20 طن بالمتر سكوير، فكده هي سيف ستريس. ونفس الكلام تيجي عند الجوينت اللي في الاخر اللي في الطرف وتقسمها بقى على نص في ربع او ربع في ربع، خلاص غالبا اللي بيبقى كريتيكال اللي في النص يعني. طيب كده احنا عرفنا نعمل الشيك ستريس ازاي. بالمناسبه احنا ممكن من الجدول ده نصدره للاكسل
هتلاقي من فايل اكسبورت، اكسبورت تو اكسل، هيروح حاطط لك الجدول بالارقام دي كلها كده في اكسل شيت، بحيث بقى ان انت عايز تقسم على المساحة وتتأكد على طول يعني. طيب كده احنا عملنا تشيك ليست ريسز. طب عايز جوين تيبل الظاهرة، اقعد زوم بقى وشوف. خلاص دي جوينت 101 104 خلاص، غالبا زي ما بقولك الكريتيكال بيبقى في النص يعني، فانت تبص كده على اكبر رقم في النص، اكبر فرص من اللي هي الجوينتات اللي هي غالبا يعني، طالما الرقم كبير يعني هنا واصل لاربعه ده اكيد في الـ في السبرينج في النص. خلاص خد اكبر رقم منهم واقسمه على الاريا تشيك عليه. خلاص كده احنا عرفنا نعمل تشيك ستريس ازاي. بعد كده عايز ارسم التسليح الاول، بس نشيل الجوينت دي، اعمل من شيلز، اختار الالتيميت ام 1 1. اوكي شكل المومنت على فكره شبه الفلات سلاب لو انتوا فاكرينه. خلاص وجيت هنا في النص بين العمدان هتلاقيه بالنيجاتيف، بص ناقص 19. تعالى بقى فوق العمود هتلاقيه بوست، خلاص زي ما قلت لكم بيبقى مقلوب. طيب فبتبدا تفرض شبكه سفليه وعلويه، الاس مينيموم قلت لكم في الاواعي الاكبر من 5.12 في المتر او 1.5 دي بالمليمتر سكوير لكل متر. خلاص فبتيجي تفرض شبكه مسلحه، هنا الشبكه المسلحه ما ينفعش تبقى تقريبا يعني، اقول لكم هتبقى كام بالظبط، 1.5. الدي الدي هنا ب 1200، ده كده 1800 على 3 و14 غالبا. هنا الشبكه المينيمم يعني هيبقى 5.18 يعني، ده الطبيعي في الليبشه الفلات كنا غالبا بتبقى 5.12 ولا حاجه، بنشوف الاضافه. هنا العادي ان هي هتبقى المينيمم 5.18 وتشوف الاضافي هيبقى فين. لو قلنا الاضافي السفلي بيبقى فوق الاعمده، سوري تحت الاعمده، والاضافي العلوي في الميد سبان. نفس الكلام ام 1 1 وام 2 2. حد عنده اي سؤال في الليبشه؟